البقاء لله، السيسي يصدر بياناً عاجلاً بشأن أسوان، وأول تحرك رسمي وعاجل من السيسي والسودان بشأن السد العالي، ننشر التفاصيل. وفي مفاجأة كبرى، تركيا تجهز مائدة إفطار لوزير خارجية مصر، وأول تعليق رسمي من وزير الأوقاف على مسلسل الاختيار 3، وفرمان عاجل من رئيس الجمهورية قبل عيد القيامة، والكشف عن السبب الرئيسي لسحب منتج غذائي مشهور من الأسواق. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وقبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار، واضغط على زرار أعجبني أو اللايك، عاوزين نوصل ل 2000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، غرقوا التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين. نبدأ مع بعض في تفاصيل والخبر معانا، والبقاء لله، السيسي يصدر بيانا عاجلا بشأن أسوان. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يتابع عن قرب حادث تصادم الأتوبيس السياحي بسيارة نقل بمحافظة أسوان. أشار الرئيس السيسي إلى أنه وجه الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمتابعة المستمرة وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمصابين. كتب الرئيس عبد الفتاح السيسي على صفحته على تويتر: أتابع عن قرب حادث تصادم الأتوبيس السياحي بسيارة نقل بمحافظة أسوان، ووجهت الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة. وأضاف الرئيس السيسي: كما وجهت بتقديم كافة أوجه الدعم لأسر المصابين والمتوفيين، وأتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسر المتوفي، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد ضحاياهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وزويهم الصبر والسلوان. وشهد طريق أبو سمبل بمحافظة أسوان في تمام الساعة 5 فجر أمس الأربعاء حادثا تسبب في وفاة 10 أشخاص، منهم 4 سائحين فرنسيين وواحد بلجيكي، بالإضافة لخمسة مصريين، وذلك نتيجة تصادم الأتوبيس السياحي بسيارة ربع نقل متجهة إلى مدينة أسوان، وذلك عند كيلو 43 من ناحية كمين أبو سمبل. كل تعازينا لأسر الأشخاص اللي توفوا، ربنا يعني يصبر قلوبهم ويرحم حبايبهم بإذن الله. المصدر معانا كان من صحيفة RT، وهذا كان بيانا عاجلا من الرئيس السيسي على ما حدث في أسوان. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وأول تحرك رسمي وعاجل من السيسي والسودان بشأن السد العالي. و تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي تطوير خطط الربط النهري بين مصر والسودان عبر الخط الملاحي بين مينائي السد العالي ووادي حلفة. وجه الرئيس السيسي بالاستمرار في التنسيق مع السودان لتطوير هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، وعرض وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير خطط الربط النهري بين مصر والسودان من خلال تحقيق الاستغلال الأمثل للخط الملاحي بين مينائي السد العالي ووادي حلفة، والذي يبلغ طوله حوالي 500 كيلومتر ويصلح للملاحة النهرية على مدار العام. طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الأمر الاستمرار في التنسيق مع الجانب السوداني لتطوير حركة النقل النهري بين البلدين، لما لذلك من أهمية في تعزيز التقارب والترابط البشري بين الشعبين، إلى جانب تعظيم التبادل التجاري من خلال تطوير هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، فضلا عن رفع الحالة الفنية لأرصفة الشحن والتفريغ على امتداد الخط الملاحي. أضاف المتحدث الرسمي أن وزير النقل عرض أيضا جهود رفع كفاءة الموانئ البحرية المختلفة على ساحلي البحر المتوسط والأحمر، خاصة ميناء الإسكندرية والدخيلة، بما يضمه من قطاعات مختلفة ومناطق لوجستية، وكذا أعمال ربطهما بالطرق والمحاور الرئيسية وصولا إلى الطريق الدولي الساحلي، فضلا عن سير العمل بتطوير مينائي العين السخنة والسفاجة، وكذلك مخطط تطوير ميناء دمياط والمحاور المحيطة به. مصدر معانا كان من RT. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر: قيام مصر الآن بالتعاون مع السودان لتطوير مجرى نهر النيل ما بين السد العالي ووادي حلفة، يعني عشان يكون في ملاحة نهرية. يعني الملاحة النهرية دي عبارة عن سياحة، عبارة عن تجارة. الملاحة النهرية دي مهمة جدا خصوصا مع السودان. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام.
أنقل لحضراتكم خبر تاني في مفاجأة كبرى، تركيا بتجهز مائدة إفطار لوزير خارجية مصر في مفاجأة كبيرة. كشف وزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو أن نظيره المصري سامح شكري سيزور إسطنبول قريبا، وقال في كلمة خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم: سألتقي بوزير خارجية مصر على مائدة الإفطار في إسطنبول خلال رمضان الحالي إذا لم يكن هناك أي طارئ. ولم يكشف وزير الخارجية التركي عن الموعد الدقيق للزيارة. وكانت مصر وتركيا عقدتا العام الماضي لقاءين دبلوماسيين على مستوى نائب وزير الخارجية في القاهرة وأنقرة خلال مايو سبتمبر 2021. كان الرئيس أردوغان قال في ديسمبر الماضي أن تركيا هتقوم بطرح مبادرة جديدة مع مصر والكيان الصهيوني مشابهة لتلك التي بدأتها مع الإمارات العربية المتحدة. وقالت تقارير تركية الأسبوع الماضي أن أردوغان قرر تعيين صالح موتلو شين سفيرا لبلاده في مصر بعد 9 سنين من شغور المنصب. المصدر معانا كان من جريدة زمان التركية. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، وعاوز أعرف رأيكم في التقارب التركي المصري، يعني هل هيكون في تقارب فعلا، وهل هيكون يعني إذا ما كانش في أي ظروف طارئة هل فعلا وزير الخارجية سامح شكري هيكون في ضيافة إسطنبول على مائدة إفطار خلال رمضان الحالي أم لا. أترك ليكم التعليق، عاوز أعرف رأيكم في هذا الأمر بخصوص العلاقات التركية المصرية. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وأول تعليق رسمي من وزير الأوقاف على مسلسل الاختيار 3. وعلق وزير الأوقاف المصري الدكتور مختار جمعة على الجزء الثالث من مسلسل الاختيار 3 الذي يشارك في السباق الرمضاني لهذا العام. وعبر سلسلة تغريدات نشرها على حسابه في تويتر قال مختار جمعة: مسلسل الاختيار يقصد الجزء الثالث كاشف لطبيعة جماعة الإخوان وشيء من مخططاتهم في محاولة للاستيلاء على كل مفاصل الدولة والتحكم فيها وفق مخططاتهم للسيطرة عليها مع الانتهاء من كل مخالفيهم، كما يكشف بعض جوانب عنصريتهم وأوجه خيانتهم للوطن. أضاف مختار جمعة: مسلسل الاختيار كشف إلى أي حد تعاملت جماعة الإخوان ورئيسها مع الدولة بنظام البلطجة، وليس ذلك عليهم بغريب، والمسلسل مجرد كاشف لطبيعتهم بالصوت والصورة التي لا نقران لأي منهما. وتابع مسلسل الاختيار برهن بالدليل القاطع أن الدولة كانت تدار من مكتب الإرشاد، وأن خيرة الشاطر ورجاله هم من كانوا يحكمون ويسيطرون على صنع القرار، وأن التمكين لعناصر الجماعة وعملائها كان على رأس أولوياتهم وفق كل اعتبار. جدير بالذكر ان مسلسل الاختيار 3 كشف اسرار جديدة من فترة حكم محمد مرسي في مصر، ونشر العديد من التسريبات الحقيقية لقيادة الجماعة هذا، ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من كبار النجوم ياسر جلال وكريم عبد العزيز واحمد السقا واحمد عز وعبد العزيز مخيون وخالد الصاوي وصبري فواز وبيومي فؤاد واشرف زكي وايمان العاصي ومحمد رياض وخالد زكي واحمد بدير وميان السيد. مصدر معانا كان من RT والوطن. هذا كان بيانا واول تعليق من وزير الاوقاف المصري على مسلسل الاختيار 3. اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، وعاوز اعرف رايكم يعني بكل صراحه في هذا المسلسل الممتاز الكاشف للحقيقة بالصوت والصورة، يعني عاوز أعرف رأيكم. ننتقل مع بعض الخبر آخر، والكشف عن السبب الرئيسي لسحب منتج غذائي مشهور من الأسواق. كشفت مصادر من أعضاء الغرف التجارية إن أكياس التوابل المرفقة بمنتجات المكرونة سريعة التحضير إندومي تسببت في مشكلات صحية. وأضاف المصدر إن شركة إندومي اتجهت لسحب وجمع بعض منتجاتها القديمة من الأسواق المحلية واستبدالها بأخرى لا تسبب أي مشاكل. تعد مكرونة إندومي من أشهر المنتجات الغذائية في مصر، خاصة أنها محببة لدى شريحة كبيرة وخصوصا صغار السن ولدى بعض الشباب والفتيات لسهولة تحضيرها كوجبة سريعة للتناول. لكن عدد من الأطباء حذر من أن مكرونة إندومي مضرة بالصحة وتسبب العديد من الاضطرابات الصحية. كشفت هيئة سلامة الغذاء ان الهيئة سحبت عينات من منتجات اندومي للتحقيق في مدى مطابقتها لشروط سلامة الطعام والاغذية في مصر. وكشفت فحوصات طبية رسمية عن اصابة 18 شخص في واقعة تسمم غذائي
بمحافظة سوهاج، وتم نقلهم وقتها إلى مستشفى سوهاج العام، منهم 9 أشخاص من أسرة واحدة من مركز المنشأة، كما تم نقل 5 أشخاص آخرين إليه بعد إصابتهم بسبب تناولهم وجبة طعام عبارة عن شعرية سريعة التحضير وبنسميها اندومي بدائرة قسم أول سوهاج. مصدر معانا كان من القاهرة 24، عاوز أعرف رأيكم في هذا المنتج الغذائي، شعرية سريعة التحضير اندومي. أترك لكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وفرمان عاجل من رئيس الجمهورية قبل عيد القيامة. وأشاد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للمالية والجمارك والضرائب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف المعاشات التأمينية المستحقة عن شهر مايو المقبل قبل أعياد المصريين، عيد القيامة وعيد الفطر المبارك. وضح أن ذلك التوجيه يأتي ضمن توجيهات الرئيس وشعوره بالمواطن ومتابعته اليومية لأحواله، وللتيسير على أصحاب المعاشات وتلبية احتياجاتهم قبل حلول الأعياد، حيث يستفيد من هذا التوجيه 10.7 مليون مواطن يقومون بصرف ما يقرب من 24 مليار جنيه شهري. وأشار عبد الفضيل إلى أن هذه النوعية من توجيهات الرئيس هي استمرار للمتابعة اليومية للقيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي للتخفيف عن كاهل وأعباء الحياة للمواطن المصري، خاصة في ظل التحديات الحالية التي أصابت العالم أجمع. أشار إلى أن التبكير بصرف المعاشات يأتي أيضا بعد توجيه الرئيس الشهر الماضي بزيادة قيم المعاشات بنسبة 13% لتتم الزيادة مع معاشات شهر إبريل قبل موعد الزيادة السنوية ب3 أشهر، حيث أن تكلفة تبكير صرف الزيادة تبلغ 9.6 مليار جنيه، وذلك عن شهر إبريل ومايو يونيو، وبلغت التكلفة السنوية لهذه الزيادة مبلغ 38.4 مليار جنيه إبريل ومايو ويونيو، وبلغت التكلفة السنوية لهذه الزيادة قيمتها 38.4 مليار جنيه. المصدر معانا كان من بوابة أخبار اليوم، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، والخبر ده متعلق بأسرة محمد حسني مبارك الرئيس السابق لجمهورية مصر العربية، والإدعاء العام السويسري بيصدر قرارا في قضية غسيل أموال عائلة مبارك بعد 11 سنة. أعلن الإدعاء العام للاتحاد في سويسرا 4 أنه أغلق تحقيقا استمر 11 سنة يتعلق بالاشتباه في غسل أموال فيما يتعلق بثورة عام 2011 في مصر. وقال مكتب المدعي العام السويسري في بيان، على الرغم من الطلبات العديدة وتحويل 32 مليون فرنك سويسري إلى مصر في عام 2018، يتعين على مكتب المدعي العام الآن قبول أن التحقيق لم يستطع إثبات الشبهات التي تبرر اتهام أي شخص في سويسرا أو مصادرة أي أصول. أكد الإدعاء السويسري أنه سيفرج عن المبلغ المتبقي الذي جمده والبالغ 400 مليون فرنك سويسري، بالضبط 429 مليون دولار. وبدأ التحقيق السويسري في 2011 بعد الأحداث المتعلقة بالاحتجاجات التي أدت إلى رحيل الرئيس السابق حسني مبارك الذي شغل المنصب 30 سنة. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار البسيطة، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم وما تقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام الأمير من قناتكم وصفحتكم مصر ميديا اي اي بي، وشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.